سيد الأقناع بوقفاته وفزعاته تلقب بالفخر فزاع وهو شيخ الشباب الواثق المتفرد الزيزون تجف اقلام ما توصف معاني شيخنا حمدان فخر شيخ الوفا محمد بن راشد بن مكتوم رحلة الأصالة والتراث من تحفة الميادين من ميدان المرموم. إطلالتنا المسائية مع باقي التاريخ وإطلالة ستكون مميزة مع برنامج الأصايل. نبدأ رحلتنا اليومية لمهرجان ولي عهد دبي من اليوم من يوم الأربعاء إلى 12 من فبراير القادم. الأصايل دائما على الوعد ونحن مستعدين لهذا المهرجان الكبير. أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوم بعد يوم يقترب موعد الحدث الأبرز في أجندة سباقات الهجن حتى الآن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة الذي ينتظره الملاك والمضمرين على أحر من الجمر وهو كالسحاب المحمل بالخير يسقي قلوبا عطاشة للنواميس فيه تظهر أفضل الهجن السبق للتنافس على أغلى الألقاب التي سنراها ونتابعها هنا في هذا المهرجان الذي يستهدف كل عشاق عالم سباقات الهجن في نفس الموعد من كل عام. هي مكارم فزاع، فزاع الخير، فزاع العطاء، فزاع الذي دائما ما يدعم هذه الرياضة بقلبه ووجدانه. فأهل الهجن هم من يستحقون هذا الدعم
وأنتم المراد من هذه الرياضة، فأهلا بكم في برنامج الأصايلة. رحلتنا اليومية بدأت من الآن، بدأت من اليوم رحلة مهرجان ولي عهد دبي للهجنة العربية الأصيلة، سنبدأ من خلال برنامج الأصايل من هذا اليوم وحتى آخر أيام هذا المهرجان. سنرصد كل شيء، كل ما تحط أنظارنا عليه سنرصده ونحاول أن نعكسه لكم بعدسات قناة دبي ريسينج المتخصصة في هذه الرياضة، ليكون هو الحدث الأبرز في هذا التوقيت من كل عام، ويكون الدعم الأكبر من سموه لهذه الرياضة. قبل أن نبدأ بتقاريرنا ومواضيعنا ومحاورنا، دعونا نرحب بمحللينا من سيرافقوننا في هذا البرنامج في هذا اليوم ويوم غد وبعد غد وإلى نهاية مهرجان ولي العهد. نبدأ بالزميل المبدع دائما عبد الله بن حمد بن بهيان. رحبك يا أبو حمد. يا مرحبا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أبو سالم وعلى أبو سلام وعلى السادة مشاهدين أمام الشاشات، وإن شاء الله أن نطلب من الله التوفيق في هذا البرنامج في مهرجان ولي عهد دبي. نعم، نرحب كذلك بالمحلل المبدع والرائع وصياد النقاط والترشيحات وفي مسابقة الترشيحات، علي بن سالم أبو داود. بسالم مساء الخير. مرحبا، الله يمسيك بالخير أبو خليفة، مسي عليك ومسي على أبو حمد وعلى أبو سلام وعلى جميع متابعينا عبر قناة دبي ريسينج. نعم، مرحب كذلك بمحللنا المميز اليوم بنطلق عليك متحدث أو ممثل هل الغربية اليوم، بارك مو بعندنا وأنت تمثل هل الغربية، خلف بن ساري بن بلوش. رحبك يا أبو سلامة. الله يرحبك على فضله أبو خليفة، مسي عليك ومسي على أبو حمد وعلى أبو سالم وعلى كل المتابعين متابعينا قناة دبي ريسينج، ونقول لهم أسعد الله مساكم كل خير. نعم، نبدأ في المحور الأهم مشاهدين الكرام، وهو محور اقتراب مهرجان سمو ولي عهد دبي. أبو حمد، هذا المهرجان الكل ينتظره بفارغ الصبر، ما أقرب الأمس باليوم. في بداية الموسم نتحدث أن أول نقطة ستكون والمحك الأول مهرجان سمو ولي عهد دبي، نحن بدينا بالعد التنازلي لهذا المهرجان اليوم وغدا وبعد غد وصولا إلى التاريخ 2 فبراير مع انطلاقة هذا المهرجان. دائما مع اقتراب هذا المهرجان دائما نرى بوادر الخير، نرى الدعم الكبير، نرى المتابعة، نرى التحركات الميدانية من الملاك المضمرين، من سيدي سمو الشيخ حمدان الذي يدعم هذه الرياضة، من كل ما يتعلق بعالم سباقات الهجن. بداية أبو خليفة، نسأل الله أن يعود علينا وعلى راعي هذا المهرجان. المهرجان هذا كل سنة وكل حول بالصحة والعافية والأمن والأمان. المهرجان هذا مهرجان ولي العهد، السنة الثالثة على التوالي. مهرجان ينتظره ملاك الهجن سنة عن سنة بفارغ الصبر. مهرجان يعتبر ختام ما قبل الختاميات، بحيث الدعم اللامحدود الذي يحصل عليه هذا المهرجان، وسنة عن سنة نشوف المهرجان في تطور مستمر، في دعم وفي زيادة مستمرة. السنة هذه مهرجان بيكون استثنائي من حيث توقيته، من حيث الجوائز اللي رصدت له، من حيث القرارات اللي وضعت في هذا المهرجان. عندنا بيكون من سن الحقائق إلى سن الحول سيارات أشواط نقدية 20 رمز وضعت اللي خصصت لأبناء القبائل، كذلك الإضافة اللي في هذا الموسم الزيادة اللي وضعت لأشواط الرموز، شوط البكار مثلا 1.5 مليون، شوط القعدان 1 مليون، لين نوصل سن الحول 3 مليون، جوائز جدا قيمة، سيارات كلها فاخرة مثل ما نشاهدها في الساحة اللي خلف الاستديو.
التسعيرات اللي نتوقعها بتوضع في هذا المهرجان، توقيت المهرجان أبو خليفة والدعم اللي فيه، أهل الهجن كلهم في انتظاره، وخصوصا أن الحين بعد مهرجانين مرة تقريبا أو ثلاث مهرجانات، مهرجان كبرى ومهرجان ولي العهد ومهرجان اللي قام في المملكة العربية السعودية، وصلنا الهجن لقمة جهوزها، ونتوقع في هذا المهرجان أن يكون نحصل نشوف تواقيت متميزة وحضور من نخبة الهجن اللي في الخليج يشاركون في هذا المهرجان. في كل المهرجانات اللي مرت، مهرجان ولي العهد النسخة الثانية والنسخة الأولى، نشاهد كسر التواقيت في جميع الأعمار في هذا المهرجان بالتحديد، لأنه وقته جدا ممتاز وواصلات الركاب قمة جهوزها. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع المشاركين، ونشكر راعي المهرجان على هذا الدعم السخي اللي نشوفه سنة عن سنة، وعسى الله يطول عمره ويدفع البلاء عنه، وإن شاء الله أنه يحضر له السبق اللي نعم. اللي طول عمرك تنتقل بعدها ملكيات الهجن العاصفة، ونشوف إن شاء الله يتميزن في شعار هجن العاصفة. نعم أبو سالم، المكان الزمان كل ما يتعلق ب هذا المهرجان وبهذا الميدان نراه تغير، الوجه اليوم لميدان المرموم متغير، تحس ان الموقع هذا مشتاق لهذا المهرجان، برمله باشجاره بسماه بارضه، المكان تغير بشكل جذري، حضرنا اليوم وشفنا هذا التغيير. ابو خليفه، دائما مهرجان سيدي ولي عهد دبي له خصوصيته وله تميزه. سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول عمره، حلو نتكلم ما نتكلم عنه ما نوفي حقه الله يطول عمره، الشيخ حمدان دائما يحضر المراكيض، حتى المراكيض العادية تحصل سمو الشيخ حمدان بن محمد متواجد، رغم أنه طعامك عنده أشغاله بحكم منصبه بحكم عمله، ولكن سمو الشيخ حمدان بن محمد يصر على أنه يحضر المراكيض في التمهيديات. كيف أنت الحين وعندك مهرجان يحمل اسم سمو ولي العهد، بتحصل سمو الشيخ حمدان دائما حاضر، الجوائز مثل ما تكلم ابو حمد جوائز قيمة ممتازة، ايضا ابو خليفة المشتريات، احنا متعودين في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد دائما المشتريات تكون بكمية كبيرة، مثل ما تفضل امس في حلقة الامسية الاخ ابو سلامة وقال بتشوفون مشتريات على اعلى مستوى، وهذا المتوقع عن جميع ملاك الهجن. تحضير الميدان، دائما ميدان المرموم في كل مهرجان أو في كل وقت تشوفه يعني يطلع بثوب جديد وبتميز جديد، وهذا يشكر طبعا رئيس النادي علي بن سعيد، ويشكرون الأخوان الموجودين في الميدان، ويشكر راعي الحفل اسمه الشيخ حمدان بن محمد اللي موفر كل كبيرة وصغيرة، ما على الجماعة يتكلمون ويقول لهم حاضر وتم الله يجزي خير وطول عمره. فنقول يا أهل الحلال يا أهل الرشاب، استبشروا خير واستعدوا وحضروا حلالكم للمرموم، وإن شاء الله أنتم في خير وفي مشتريات. هذا المركاض اللي كان قبل العام، يعني العام مركاض، شوف البيع متميز، الخير وايد، احنا ما يعني اللي نقدر نقوله الله يدوم علينا الأمن والأمان ويحفظ شيوخنا على هالدعم السخي. ميدان المرموم دائما هو الميدان الذكي بجميع نواحيه، لو أنت طلعت بس ولفيتوا كاميرتكم على الجوائز اللي نشوفها في برا يعني جدا متميزة أبو خليفة. فنقول أنتم يا أهل قناة دبي ريسنج شدوا حيلكم كما يجب أن يكون الحدث. نعم وسلامة، اليوم الكل حضر لهذا المهرجان كان عيد، خلاص بدينا بنقدم أفضل ما لدينا، نحن كملاك نحن كمضمرين أفضل ما لدينا في من حلال في العزب، حضرنا المهرجان وولي العهد، نبغى نبيض الوجه ونبغى نشارك بأفضل ما نمتلك من أصايل ومن حلال سبك في عالم الميادين. صحيح أبو خليفة، أنت دائما يوم يكون عندك هدف في بداية الموسم، إحدى المحطات اللي مالك الحلال يبني أمال على أن يحقق إنجاز ويوصل الهدف هذا، أول محطة داخل الدولة هي يعني من المحطات اللي تكون في إمارة دبي بالتحديد مهرجان ولي العهد. مهرجان ولي العهد يتميز بأشياء كثيرة، أشياء كثيرة أضفت على المهرجان هذا تغيرات خلت كل أهل الحلال سواء في دولة الإمارات أو من الدول الخليجية المجاورة من سلطنة عمان أو من المملكة العربية السعودية
ومن دولة الكويت أو من سواء من البحرين أو الدول العربية مثل ما شفنا تواجدهم في المملكة العربية السعودية. أشياء كثيرة أضفت على هذا المهرجان. إحدى هذه الأشياء اللي لمسناها التسجيل وسهولة الإجراءات في تسجيل المطايا، سواء كانت من البداية ترصيص الحلال أو كان في بداية تسجيل المطايا أو انتقال ملكية المطايا من مالك إلى مالك. التسجيل الذكي سهل عملية الملاك في تسجيل المطايا في الأشواط. في السابق في النظام القديم كان الملاك التسجيل يدوي، ياخذ منهم الوقت وياخذ منهم الجهد وياخذ منهم صعوبة اللي هي مسافة الطريق. مخاطر الطريق هذه تأثر على ملاك الحلال. ملاك الحلال في المناطق البعيدة سواء من المنطقة الغربية أو من المملكة العربية السعودية أو من عمان. في الوقت الحالي أنت تشارك في السباق، كيف تشارك في السباق؟ عندك النظام الذكي، النظام الذكي أتاح لكل ملاك الحلال أنهم يسجلون حلالهم بطريقة سهلة سلسة. وشفنا الأعداد الموجودة في المشاركة في السباق، يعني أعداد ما شاء الله فاقت كل التصورات، يعني وصل للتسعين ووصل قريب المية. هذا دليل على أن ملاك الحلال عندهم رغبة في المشاركة في المركز هذا. إضافة على كلام الأخوان، ميدان المرموم أصبح منطقة سياحية لا تقتصر على الملاك فحسب، إنما السياح الأوروبيين العرب الأجانب تلاقيهم في هذا التوقيت بالذات متواجدين. في معالم سياحية أصبحت تتميز فيها صحيح. المرموم مثل الأبراج اللي هي فوق الانطلاقة، بوابة الانطلاقة، مثل البحيرات، مثل الحدائق اللي نحن نشوفها، مثل ما شاء الله التحفة المعمارية، المنصة الرئيسية، الضيافة الموجودة في المنصة الرئيسية أضفت رونق وطابع خلت كل اللي حضر في المرمومة لازم يحضر المناطق هذه ولازم يحضر الأماكن هذه على أساس أنه كنوع من التغيير كنوع من الراحة النفسية صحيح. للجمهور. فنحن صراحة نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد ونشكر كل القائمين على هذا المهرجان اللي بالفعل هذا، يعني لو بنتكلم طول اليوم ما بنوفيهم حقهم. نعم فعلا مشاهدينا الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي فإن الكلمات تقف عاجزة عن وصفه. المفردات تتنفس للوجود بأجمل العبارات، وأيضا لا تكفيه حقه، هو فزاع الخير، شيخ المكارم، الرياضي الشامل، قدوة الشباب وملهمهم، فارس مغوار وصياد ماهر، شاعر أعجز الكتاب ومضمر أرهق المنافسين، قلبه ينبض بحب التراث ورياضاته وخاصة سباقات الهجن، وهذا انعكس بدعمه واهتمامه اللامحدود على أرض الواقع، فكان الداعم والمحب وبطل هذه الرياضة بلا منازع. الإنجازات الكبرى والأحلام العظمى لا يمكن أن تتحقق إلا إذا وقف خلفها رجال يقهرون المستحيل، يعرفون أهدافهم فيسعون خلفها بكل ثقة، واضعين المركز الأول نقطة النهاية لكل عمل. وهناك شخصيات ملهمة للأجيال، مؤثرة في مجتمعاتها، قائدة لشباب الأوطان، صفات هي من بعض فيض صفات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، شيخ الشباب ومنارة الأجيال الطموحة، في وجهة ترى المستقبل ومن عينه تخرج شرارة العزم والتميز،
قلبه ينبض بحب الوطن وقلبه مشغول بأهل الوطن. حمدان المكارم يرى في كل مكان، يجسد ما يقوله قبل أن يقال، وأفعاله تنطق بأجمل الكلام. صفحات قليلة لا يمكن أن تكفي سموه حقه، ومجلدات ربما تكون مقتصرة في وصف فزاع. سموه رياضي شامل، أحب الرياضة منذ الصغر واتخذها أسلوب حياة. حبه للرياضة لم يقتصر على الحديث عنها، فقلبه تعلق منذ نعومة أظافره بالرياضات التراثية، مارسها بكل شغف، وأصبح القناص الماهر والفارس المغوار والمضمر الخبير. وإذا أردنا أن نتحدث عن الرياضات التراثية والمكانات التي وصلت لها في الإمارات، يجب أن نبدأ من صاحب الأفكار النيرة الخلاقة التي تهدف إلى دعم التراث ورياضاته بمختلف فئاتها وترسيخ حبها في نفوس شباب الوطن بتنوع أطيافه. فسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تربى في مدرسة الرقم 1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فكان من الطبيعي أن يصل للقمة بأفكاره ورؤيته. فزاع يقف خلف كل إنجاز، ودعم من خلال مبادراته الكثير والمتنوعة التي تحولت إلى قبة تنطوي تحتها كل الرياضات التراثية. سموه كان ممارسا قبل أن يكون داعمها، فهو المضمر الذي تشق هجنه طريقها نحو النصر في مختلف المضامير، فلا يرى منافسوه إلا الرمال التي تثيرها من خلفها وهي تسير نحو السيف والرمز والكأس. هو الفارس المغوار الذي طوع بشجاعته وخبرته، أعند الخيول فقادها نحو الألقاب العالمية والقارية والمحلية، فارتبط المركز الأول باسمه ولازم الناموس مسيرته. هو الصقار الذي أحب الصيد وعشق الصقر الذي حلق معه فوق هامات السحاب ووصل به لما بعد الآفاق. سباقات الهجن وأهلها محظوظون بدعم سمو الشيخ حمدان لهم من خلال الجوائز القيمة للفائزين والمشتريات الكبيرة للباقين. أهل الركض في فرحة دائمة بتواجد فزاع بينهم ومعهم، فتحولت أيامهم لأعياد لا تنتهي. الدعم والاهتمام لم يتوقف عن مكان ولم ولن يصل لمنتهاه، ففي كل موسم يطل علينا سموه بفكرة جديدة هدفها الأول والأخير إيصال الدعم لأهل الهجن. ومهرجان سموه ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات مسلسل الدعم الكبير الذي لا ينتهي. وبفضل هذه المتابعة وصلت السباقات لما هي عليه الآن من تنظيم عال ومشاركات قياسية وجوائز خيالية يحسد الملاك عليها والمضمرون. حبه لرياضة سباقات الهجن هو المحرك الأساسي للسباقات، وهو مصدر فخر لكل مشارك أو محب لهذه الرياضة التراثية الهامة التي لم تكن لتصل لما عليه الآن لولا تواجده ودعم سموه المتواصل لها. فتحية حب وفخر واعتزاز من القلب لصانع الفرحة، معانق المجد، ملامس السحاب وملهم الشباب، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
في كل قلب هناك مكان خاص لعشق خاص لا يعرفه إلا مالكه. وفي قلب سمو الشيخ حمدان مكان خاص لسباقات الهجن، فأصبح ينبض بها وانتقل هذا الحب إلى عقله ومشاعره، فجاد علينا بشعر حير المتابعين من فرط جماله، وقدم لنا لوحات لا متناهية من الدعم الذي لن نراه إلا من فزاع. يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها، أهيم فيها من صغر سني أحبها وأحب طاريها، ولا لقيت السابق العابر سابق الشراية واشريها. يمفكرين الهجن خليها وشلون خليها ونغليها، أهيم فيها من صغر سني أحبها وأحب طاريها، ولا لقيت السابق العابر سابق الشراية واشريها. أسوق قيمتها وحسنها هدية من عند راعيها، أفرح أفرح بجيتها ودللها، واستحدث اسمها لجل أسميها. إلى لقيت ولا لقيت السابق العابر أسابق الشراي واشريها، أسوق قيمتها وحسنها هدية من عند راعيها، أفرح أفرح بجيتها ودللها، واستحدث اسمها لجل أسميها. حب الهجن يجري مع دمي رياضة ما روم أخليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر مشهود حاضرها وماضيها. أجدادنا من قبل وصونا وأحفادنا فيها نوصيها، ذكر الإبل جاء في كتاب الله ومحصنه عن بكرة أبيها. سؤال للجماهير قبل المحللين، هل رأيتم شخص يعشق الهجن مثل ما يعشقها سيدي سمو الشيخ حمدان؟ إذا مر عليكم هذا الشخص خبرونا، أنا بوجه هذا السؤال لمحللين، لكن هل فعلا رأيتم شخص يعشق الهجن وعالم سباقاته مثل سيدي سمو الشيخ حمدان؟ أنا ما أعتقد، شو رأيكم؟ أذكر أبو خليفة سؤال وجه لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والله ما أذكر بالضبط، ياه في منصة المرموم، ياهو أعتقد أنه في منصة المرموم، سأله واحد من المذيعين قال له أنت تحب السن الصغير؟ قال له عفوا، قال له تحب السن الصغير؟ قال أنا أحبها من عدها حوار لين قدها فاطرة، فغلات في قلبه وراشد عسى الله يحفظه ويطول عمره، هو اللي وصل فضل الله قدام كل شيء، ثم فضله وفضل شيوخنا، هو اللي وصل الهجن للعصر الذهبي اللي نشوفه حاليا. بسلامة. أبو خليفة سمو الشيخ حمدان بن محمد لا نستغرب من حب الهجن، وهو من مدرسة الوالد والد الكل الله يطول عمره الشيخ محمد بن راشد. سمو الشيخ محمد بن راشد من الأحلام اللي كانت يعني حاطنها والنظرات المستقبلية اللي كان يبني عليها
وصناعة رجل يكمل المسيرة في توارث الأجيال جيل بعد جيل. سمو الشيخ محمد بن راشد وضع الثقة في حمدان بن محمد الله يطول عمره منذ صغره. شفنا سمو الشيخ حمدان بن محمد يركب الخيل ويفوز في البطولات داخل وخارج الدولة. شفناه طال عمرك صقار يفوز طيرة طال عمرك في المسابقات داخل الدولة وخارج الدولة. وشفناه حبه للهجن وركوبه حتى على مستوى القلايس الله يطول عمره. من يوم هو صغير يركب القليصة ويسرح ركاب ويعشي ركاب ريال مهتم وهوايته هذه من يوم هو صغير. سمو الشيخ حمدان بن محمد قدوة للشباب، الكل يحبه، يحب حمدان، يشوف تصرفات حمدان. في إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد بنى دبي وخلاها الرقم واحد لأنه يعشق الرقم واحد. لكن التساؤل الأعظم، التساؤل الأعظم اللي يراود كل أبناء الوطن، كيف استطاع سمو الشيخ محمد بن راشد بناء هذا الشاب بهذه المواصفات الشمولية اللي بالفعل يعني قلما نشوفها في الشباب اللي هم في جيل سمو الشيخ حمدان بن محمد. رياضي شامل، صقار، هاوي الهجن، هاوي الطير، نلاقيه طال عمرك في الطيارات من فوق يحب الطيران الله يطول عمره. نعم، نلاقيه طال عمرك في البحار يغوص وهو يصور. يعني هذه المواصفات اللي نحن نشوفها في سموه يعني صراحة مدعاة للفخر. والشباب الصغار وتربيتهم وطموحهم في قدوة في الوصول إلى أحد هذه المواصفات اللي يتصف فيها سموه. نحن نقول الحلم اللي راود سمو الشيخ محمد بن راشد اللي يعشق الرقم واحد وصل دبي الرقم واحد، حلمه تحقق في نجلة سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي نتمنى وندعو الله أن الله يحفظه والله يطول في عمره. اللي بالفعل الكل يتفاخر بوجود مثل هذه الشخصية الفذة اللي أسعدت شعب في هذه الهواية، هواية سباقات الهجن. هذه الهواية ورياضة العربية الأصيلة، رياضة أجدادنا توارثوها جدا عن أب حتى وصلت لهذه المرحلة اللي تعيش العصر الذهبي، اللي نتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ معازيبنا ويطول في أعمارهم. اللهم آمين. أبو سالم، أنا اللي أعرفه أن الشاعر يوم يعد قصيد يعد قصيد في شيء يحبه. صحيح. سيد سمو الشيخ حمدان عد قصيد في الهجن بالأقياس، وكل قصيدة تسمعها أخير علي قبلها، كلها من أفضل القصايد. تسمع القصيدة الأولية تقول هذه أفضل قصيدة، تسمع اللي عقبها تقول فعلا كل قصيدة لها إحساس مختلف، كل قصيدة لها مشاعر دفينة في قلب سموه تصل لجميع جماهير الهجن. دائما أبو خليفة الشاعر بشكل عام لما يكون هو شاعر ومتمكن في شعره يوم يعد القصيد أو يتجي جرحة القصيدة على معنى تكون مبدع. فالشيخ حمدان الله يطول عمره من بيت شعري كبير، يده ويد يده أبوه الله يطول عمره وهو شاعر، ودائما يوم يجيبنا الأبيات ويعد الأبيات يعدهن من صادق قلبه، فأبياته جدا متميزة الله يطول عمره، ويعد في عطايا الله. هذا الحلال طعامك المبروك اللي ذكر في القرآن الكريم، فأنت شيء الله ذكره في القرآن الكريم لا بد أنه يكون متميز. فالشيخ حمدان حنا الله يطول عمره، لو نقول ما نقول فيه ما نوفي حقه، لكن حنا طعامك نبغي الشيخ حمدان الله يجزيه خير وطول عمره. قال أبو سلامة نقطة أن الطيارات هذه اللي يركبهن الشيخ حمدان بغيناه يفتك منها طعامك يطبها، هذا فيهن لعب خطير ومشى صدع هاي هاي ما ودنا الشيخ حمدان طعامك يركبها. هاي عاد مغامرة. لا حنا مغامرة عندنا، بغيناه يغامر عندنا طعامك في الخيل، يغامر عندنا طعامك في الهجن، يغامر عندنا في الطير. وهاي الطيارات هل السكاي دايف بعد يبون كل نيباه؟ شوف الشيخ حمدان كل نيباه، لكن حن طعامك ما هاي مغامرة خطيرة. هو دوم يحب الدروب الخطيرة، لكن حن طعامك ودنا أن يكون
ايش يقول محمد بن راشد من هذه المغامره؟ يقول ايش يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؟ ونعرث الارض يعيبني المشي فيها. نعم والشيء الصعب حبونه اللي هذه مصيبه يا ريال الطياره. من تقلع طعامك ما تحيد عندك ولا عند غيرك من يختلف. الله يغفر الله يحفظك. وثالا من تطرت من الجوع ليه من لين نيويورك. تاثير السفره يا ريال. نعم تاثير السفره الحين 19 ساعه طياره. وثالا طعامك يوم طرت ولا بغيت ترد تراك طرت طعامك على طياره طعامك انت وحظك توصل ولا ما توصل. لكن هذه خطيرة يوم تطير فيها تسوي طعامك. بن حضيرم طار طيروا لا طيران بن حضيرم هذاك بسيط ما مشكلة والله مشكلة نطان شيخ حمدان ولا بن حضيرم طار وسلم. لكن إن شاء الله هو بخير وبصحة وبن حضيرم إن شاء الله بخير وصحة. لكن هنودنا بس يكون عندنا في المجالات هذه الرياضية الهجن وما هجن و أسأل الله يحفظه الخير الله يحفظه والله يطول عمره. الشيخ حمدان مفخرة اليوم للشباب طول عمرك لكل ما يقدمه. واحنا مش مستغربين يعني من الشيخ حمدان لان طعامك هنا احد المدرسه كبيره مدرسه زايد الله يرحمه ومدرسه راشد ومدرسه شيوخنا وشيوخنا دائما معوديننا على الشيء طعامك اللي هو زين وطيب. وهذا تراثنا يعني التراث اذا ما قاموا به معازيبنا من هو بيقوم به؟ يعني هذا التراث اذا ما سعوا فيه وحثوا فيه واجتهدوا فيه. اليوم الشيخ حمدان قدوه للشباب. نعم. لو بلا الشيخ حمدان طعمك الله يطول عمره. أوي. يعني يمكن تلقى نص الشباب مو مهتمين في مجال الركض. فكل طعامك اليوم الركض الشيوخ اللي يدعمونه هو طعامك لاجل المحافظه على هذه الرياضه. فحن نقول الله يحافظهم والله يطول اعمارهم والله يجزيهم خير والله يديم الامن والامان علينا. أمين. ان شاء الله. اللهم امين. بسلامه شو رايك في كلام بو سالم خاصه في موضوع السكاي دايف؟ والله ابو سالم قدم نصيحه والنصيحه هذه نحن نقبلها ولكن اي والله من المحبه في نعم. ولكن في ناس هاوين الطيران ويشوفون طال عمرك سمو الشيخ حمدان بن محمد يتشجعون اكثر. ولكن اللي بضيفه انا اخوي ابو خليفه حب سمو الشيخ حمدان بن محمد لهذه الرياضه ساهم في بعض المبادرات كثير من المبادرات اللي طورت هذه الرياضة إلى أن وصلت لهذه المرحلة اللي نحن نشوفها اللي هو العصر الذهبي لها. سموه طال عمرك خلف مركاض النهار أول صاحب أول فكر في مركاض الليلي واللي على أثرها نشوف هذه الإنارات اللي تسود كل ميادين الخليج حاليا هي طال عمرك إحدى أفكار سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي بالفعل نقل أهل الهجن من مركاض الصبح والظهيرة إلى مركاض ليلي. شفناه في فترات في فترة طويلة العالم تركض في جو ملائم وفي مركاض يعني في توقيت على الإنارة الليلية. شفنا الجماهير اللي صاحبت هذه الفكرة. نعم. بعد فترة من الفترات سموه طال عمرك يستحدث لنا فكرة البيرق اللي أول مرة تطبق في عالم سباقات الهجن. وشفنا أشياء كثيرة طال عمرك أفكاره طبعا ولا يخفى على الجميع اللي هي أول مؤسسة تأسست طال عمرك باسم الهجن مؤسسة هجن العاصفة اللي بالفعل أنتجت الكثير من الأسماء اللي يتغنى بها جمهور العاصفة مثل الشبابي مثل أعمار النيران النجوى نجود أسماء كثيرة. الكل طال عمرك أحب هذه المؤسسة من وجود سمو الشيخ حمدان ومن هذا الاسم اللي ارتبط فترة طال عمرك فترة طويلة. وخلال هذه الفترة حققت من الإنجازات ما كون قاعدة حتى الآن الناس ماشية طال عمرك على حب حمدان وحب هذه المؤسسة العملاقة. الله يطول عمره. ننتقل لمحور آخر في برنامجنا في كل عام. وبمجرد أن يعلن عن موعد إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يبدأ الملاك في التحضير لهذا الموعد وتجهيز أفضل الحلال للمشاركة به أحسن عن النواميس والجوائز. وهذا يضع على عاتق اللجنة المنظمة مسؤولية كبيرة جدا في تسهيل عملية التسجيل والترقيم. جهود كبيرة مبذولة لتطوير هذا المهرجان وهذه الرياضة في كل عام.
أكملت أعداد كبيرة من المشاركين في مهرجان السمو ولي عهد دبي للهجن إجراءات التسجيل، حيث توافدت جموع ملاك الهجن والمضمرين من كافة أنحاء الدولة ومن دول مجلس التعاون لإدارة نادي دبي لسباقات الهجن لتسجيل مطاياهم في مكاتب التسجيل، مما حول المكان إلى خلية نحل تعج بالملاك. وكالعادة جرت إجراءات التسجيل بسهولة وسلاسة دون أي معوقات، بالرغم من الأعداد الكبيرة التي سجلت في المهرجان بحثا عن الجوائز والناموس. التطبيق الذكي الخاص بنادي دبي ساهم في سهولة وسرعة إجراءات التسجيل، كما وضعت اللجنة المنظمة آلية جديدة لترقيم المطايا ومنع الترقيم باليد، إلى جانب الشروط التي تم توضيحها للمشاركين والتي كان أبرزها هو مخالفة المطايا المسجلة وهميا بغرض رفع عدد المطايا في الشوط. جهود كبيرة تبذلها اللجنة العليا المنظمة في كل عام لتجعل عملية التسجيل والترقيم تسير دون أي معوقات. تحديثات كبيرة سنويا تضاف للمهرجان دون أن تؤثر على خصوصية رياضة سباقات الهجن. الأعداد الكبيرة التي تشهدها الأشواط في كل الأعمار هي أمر طبيعي، خاصة مع الارتفاع الكبير في جوائز العينية والنقدية التي تخصص للفائزين وأصحاب المراكز العشر الأوائل. فالمهرجان فرصة مثالية للتجمع بين أبناء القبائل من جهة، ووسيلة للدعم والاهتمام وإيصال هذا الدعم للملاك من جهة أخرى، ليغدو عرسا تراثيا أضيف للأجندة الموسمية. فالمهرجان فرصة مثالية للتجمع بين أبناء القبائل من جهة، ووسيلة للدعم والاهتمام وإيصال هذا الدعم للملاك من جهة أخرى، ليغدو عرسا تراثيا أضيف للأجندة الموسمية لسباقات الهجن ينتظره عشاق الإبل والأصايل عاما بعد عام. جهد كبير يقدمه نادي دبي لسباقات الهجن. نحن للأمانة تعودنا في برنامج الأصايل أن نكون جريئين في طرحنا، ونحن ما بنزكي نادي دبي ولا بنزكي حد على حساب حد، نحن نتكلم بالحق. اليوم آخر مسج وصلني أنا في تمام الساعة السادسة قبل ساعة من إغلاق تسجيل اللي راح يشاركون في مهرجان ولي العهد. عملهم جبار، يشكرون على كل ما يقدمونه، وللأمانة دائما مع الملاك ودائما متواصلين عبر المسجات، عبر السوشيال ميديا، عبر كل القنوات اللي يقدرون أن يصلون بها إلى المشاركين والملاك والمضمرين لإيصال جميع المعلومات. أنا لاحظت شيء مهم، نحن في إمارة دبي وفي دولة الإمارات عندنا كثير من التقنيات الحديثة، كثير من التكنولوجيا التي تم تطبيقها في كثير من الدوائر الحكومية، وانتم تعرفون مجرد التحول من الحكومة الإلكترونية للحكومة الذكية، كل جهة حكومية سارعت لكي تخوض غمار هذا التحدي وتثبت كذلك للجميع ولجمهورها وللمقيمين في دولة الإمارات أن لديها خدمات ذكية تصل بها إلى الجمهور. نادي دبي لسباقات الهجن طور كثير من الأمور الذكية في النادي، لكن احتفظ بخصوصية السباق من الانطلاقة إلى الفينش. السباق هو السباق، نتابع سباقات هجن بشكل مميز، بحرفية، بشفافية، بجودة عالية في نقل هذه السباقات عبر قناة دبي ريسينج. كل ذلك طبق وفقا لمعايير هل الهجن، لأن هذه الرياضة لهم هم، وبالتالي يجب أن تكون معاييرهم هم هي المعايير التي دائما ما تستوفى في نادي دبي لسباقات الهجن. نحن للأمان نوجه لهم الشكر والتقدير. بسالم ساعة 5 أنا وصلني مسج إنه خلاص التسجيل باقي ساعة أو ساعة 6، أنا ما بسجل، ليش وصلني المسج؟ لا عندي مطايا، ليش وصلني المسج؟ والله هاي أبو خليفة للكل يعني جميع المشتركين في نادي دبي لسباقات الهجن يوصلهم المسج هذا، وأصبح الحين المسج يوم يوصل أنت عندك في مثلا في تلفونك يا أبو خليفة، أنت طرشت على التواصل الاجتماعي الثاني مثل واتساب مثل سناب مثل غيره،
انستغرام، اساس الناس يعرفون يعني بعد المخر انه باجي ساعه، يمكن انك تسحب مطيتك، يمكن انك تسجل المطايل ما سجلن. صراحه يعني نادي دبي يشكر كل الشكر على التسهيلات وعلى الامور اللي يقدمها. عندك 9 أيام أو 10 أيام تسجل فيهن، صحيح. فما لك عذر أنت يا الإنسان اليوم تقول أنا والله نسيت حلالي ما سجلت، سواء كان من داخل دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات. فيعني 10 أيام كافية أنك أنت تسجل مطاياك، وأصبحت الشغلة بسيطة يا أبو خليفة. أنت تنزل النظام التطبيق على النظام اللي عندك في التليفون وتسجل، إن شاء الله أنت من عمان، من السعودية، من الكويت، من 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 الإمارات، في أي إمارة من الإمارات. فالشغلة جدا مسهلة. دائما النادي يوم يكون طبعا متعاون مع ملاك الهجن يكون كل شيء بسيط، فحنا نشكرهم. وأيضا مثل ما تفضلت أنت، يعني الخصوصية الثانية هي خصوصية الانطلاقة والتصوير والأمور هذه. الهجن ما يزهر غير النقطة هاي اللي طلقت. نحن ليش أنا أقول لك هالكلام؟ في كثير من الأمور التقنية والفنية نبغى نحط كاميرا في هاي الزاوية، نبغى نصور. لا ما تضبط. أقول لك لا ما تضبط. نحن السباق هذا أنت صور بهالطريقة ليش؟ لأن الأهم عندنا السباق. صح. إحنا تعرف طعمك المطية يوم تنطلق في الكادر التحتي والكادر الفوقي، السيارة تباري للحلال، المذيعين يبارون للشوط، يعدون الشوط من أول. أنت لو حطيت مثلا عندك في الكابينة يعني المذيعين، يمكن يوم يدبر الشوط الكاميرا يصير فيها خلل أو شيء، أو ما تطلع الصورة التحتية، فما بتعرف المطايا أنت الموجودة. فدائما يعني الربع الموجودين في الاتحاد بشكل عام ونادي دبي يعني ملمين بهالأمور أكثر وأكثر يا أبو خليفة. فحن نوجه لهم تحية ونقول بيض الله وجههم على كل ما يقدمونه، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف بعد الأفضل والأفضل. أبو سلامة، مر التسجيل بشكل سلس؟ تاريخ 20 إلى 29 مر التسجيل بكل سهولة، وفر الوقت ووفر الجهد ووفر يا أبو خليفة مخاطر الطريق. التسجيل الإلكتروني نعمة، وهذه من الأفكار اللي استحدثها طال عمرك نادي دبي سباقات الهجن اللي هو النظام الذكي، تماشيا مع الثورة التكنولوجية في الدولة والتطور والرؤية طال عمرك رؤية 2030، التقدم التكنولوجي، استضافة الإمارات لإكسبو 2020، الذكاء الاصطناعي، كل هذا التطور التكنولوجي اللي عم الدولة عم اللي هو رياضتنا وتراثنا، وصل طال عمرك لموروثنا وسهل على الملاك وخلل الأشياء اللي كانت معقدة في السابق أصبحت بسيطة وفي متناول ملاك الهجن. فترة 10 أيام مرت سلسة، مرت بسيطة. نعم. الكل طال عمرك سجل الحلال، وطال عمرك الأعداد شفنا الأعداد في خلال هذه العشرة أيام وصلت للـ90، وصلت للـ100. مثلا أنت سجلت اليوم مطيتك هذه تبى تنقلها من هذا الشوط، تبى تأخرها شوط ثاني، أو تبى تسوي لها انسحاب. حتى لو أنت شاري مطية من خلال من مالك ثاني تبقي تشلها وتحولها باسمك، طريقة التحويل من مالك لمالك طريقة سلسة. حتى لاحظنا أمس في تغير في البرنامج، تأخر البرنامج يوم واحد، هذا ما أثر على البرنامج ككل. صح. إجراءات طال عمرك في يوم وليلة طال عمرك أصدر قرار ونزل القرار هذا عن طريق البرنامج الذكي، الكل تابع طال عمرك وعد الحلال وجهز الحلال، وبناء على ذلك حتى التثبيت والتسنين أخر من اليوم المخصص له إلى يوم ثاني. يعني صراحة يعجز اللسان عنه. اليوم كل شيء سهل أبو خليفة. نعم. حتى كل القائمين حتى الجوائز اليوم أنت جوائزك ما يحتاج تي النادي، يعني جوائز طعمك يطرشونها لك. صحيح. عن طريق البنك، فكل شيء مسهل. نعم. كل شيء نعم. بس تعال حضر السبوق إن شاء الله. أنت الحين عندك مطايا، إحنا مرات ننسى جوائزها، يعني يمكن الطعم كي بألف ولا 500 يمكن تنساها أنت على طول الموسم. فيعني الحمد لله الحين الشغلة كلها بسيطة، تلقاها في رصيدك في الحساب البنكي، فكل شيء مسهل الله يطول عمرك. فوق ذي كله أبو سالم مدخل في البرنامج تشوف الجوائز. نعم. على برنت اللي داخل به تشوف الجوائز إذا كان تم التسليم أو لا. بعد الشوط مباشر أبو خليفة يوم تركض مطيتك، بعد الشوط مباشر تسجل مطيتك كم شاردتها.
يعني بعد ما دخل البرنامج بساعة تقريبا تلقى مطيتك كم مسجل وكم شاردتها، فالأمور كلها تسهلت. نعم. يعني الفكرة هذه فكرة جدا صعبة. نعم. انتشر صور لاجتماع مدير تنفيذي النادي الوليد لسباقات الهجن سعاد علي بن سرود مع مضمري هجن أصحاب السمو الشيوخ، عندكم خبر في الإدارة؟ والله احنا ما عندنا خبر، لكن سعدنا شفنا احنا صراحة يعني احنا جاتنا معلومات بسيطة. شو المعلومات؟ المعلومات ان كل سن في هجن أصحاب السمو الشيوخ يركض في سنه، فهذا الصراحة الشيء كل سن يركض في سنه، والمحلية تركض في المحلية، والمهجنة في المهجنة، والمطيطة عمك يعني قبل يعني الترفيع ما شيء، الترفيع ما شيء، يعني قبل كان في ترفيع، قبل طعامك اكيد انه في، لو ما في ترفيع ما اجتمعت اللجنه وما اجتمعوا الاخوان في 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 فنلندا، وفي اجتماع شفنا قبل شهرين كان في اظني في العاصمه ابو ظبي جميع اللجان سواء كان لجنه دبي او ابو ظبي او في دبي اجتماع والله ما ادري بالضبط، لكن بعد استوى في تنسيق، واليوم نشوف لجنه نادي دبي برئاسه علي بن سرود في اجتماع وحديث مع المضمرين. طبعا المضمرين هذا هجن اصحاب سمو الشيوخ فقط. نعم فقط، لان الهجن اصحاب سمو الشيوخ، فمنع منعا باتا انه يكون اي ترفيع لاي مطيه. ممتاز. كل سن في سنه، وتكون اللجنه موجوده، واي شيء يكونون تشك فيه اللجنه انه مهجن او انها مش في سنها ترجعها للشوط، اذا مهجنه حطوها في المهجنات، واذا يعني قعود اذاعه ولا ثنيه يطلعوه من 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 الركض، فهذا يعطي السوق يعني حماس ويعطي طعم. الحين الانسان الإنسان اليوم اللي عنده قعود ثني ولا عنده طعامك بعير سبوق في البدو، اليوم الشيخ طعامك بيشتريه، فحنشكر سمو الشيخ حمدان الله يطول عمره بداية هذا المهرجان لهجن رحمك الله، بداية هذا المهرجان لهجن أصحاب السمو الشيوخ، يعني هذا القرار بدايته من مهرجان ولي عهد، ودائما الشيخ حمدان هو كل شيء في صالح الركض الله يطول عمره ييبه ويكون يعني شيء ممتاز وشيء جميل، فهذه بادرة جدا طيبة. نعم بسلامة، أتوقع الالتزام بمثل هذه المعايير يعطي مصداقية أكبر لشفافية الركض. صحيح أخو. سواء في المرموم أو في الوثبة أو في كل الميادين. صحيح أبو خليفة، أنت دائما كل شوط من أشواط أصحاب السمو الشيوخ له ميزة والإحلال معروف للمتابع وللمشاهد، فدائما اخلال دائما اخلال في هذه القوانين طال عمرك يشل الحماس ويشل طال عمرك رونق الشوط، ويأثر على المطايا اللي هي كل سنه بسنه. مثلا لو بنتكلم على سبيل المثال هدير الزمول، اشواط الزمول في الكبار في الفتره الاخيره الأشواط هذه غابت منها الحماس اللي كنا نشوفه. نعم. والندية اللي هن في السن الكبير في أشواط الزمول، حتى مشترى الزمول اليوم. طيب. في الفترة الأخيرة أبو خليفة مشترى الزمول والثنايا قل عند أصحاب السمو الشيوخ، والسبب السبب أن ترفيع الثني في شوط الزمول. طيب هل بتكون هناك ردات فعل؟ بمعنى إذا كان هناك في سباق من السباقات أحد رفع، هل بتكون في ردات فعل ولا خلاص الكل بيكون في لجنة مشتركة؟ أظن في لجنة مشتركة، لجنة مشتركة أتوقع الله العلم أن في لجنة مشتركة بين، لأن ردات الفعل تراها مهمة. لا في لجنة مشتركة أتوقع أنها بتكون بين الاتحاد سباقات الهجن أبو ظبي ودبي، حسب ما سمعنا والله ولي العلم، كله تواصلون عند الأخ علي بن سعيد يعطيكم يعني المعلومة اللي صح منه، لكن احنا هذا اللي نسمع المتداول، وهذا يفرح يعني الجميع ان تكون في لجنه مشتركه للتسنين والتشبيه، وكل سن يركض في سنه سواء كان على هجن اصحاب السمو الشيوخ او ابناء القبائل، فهذا يعني شيء طيب صراحه يعني جدا فوق الممتاز. اليوم انت يوم عندك بعير طعامك سبوك بتتحكم في جيمته، يمكن انه يشارك في في في, في شوط الزمول في الشيوخ وياخذ رمز يا ابو خليفه، فهم الله يطول عمارهم ما يسوون إلا الشيء الطيب والشيء الزين اللي يفيد الركض. نعم نحن بنحاول نجري لقاء مع سعادة علي بن سرود، أو إذا قدرنا نأخذ اتصال محمد سالم إذا تسمعنا المعد، إذا قدرنا نأخذ اتصال مع سعادة علي بن سرود مدير تنفيذي لنادي دبي سباقات الهجن، إذا قدرنا إذا يسمعنا بنأخذ اتصال على الهواء، وإذا ما توفقنا اليوم بنحاول نجري لقاء معه باكر والعقب باكر مع عضو البرنامج. لفت انتباهي كذلك الحملة
التي حملة التي حملة مكافحة اليراد القراد 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 الجراد نعم القراد نعم بالتعاون بين نادي دبي سباقات الهجن وبين بلدية دبي قسم الصحة العامة وهذا كله من أجل الركب. أبو خليفة جزاهم الله خير من أجل الله الركب نادي دبي لسباقات الهجن سووا الحملة هذه على الميادين ميادين المرموم والحملة كانت مهمة وضرورية خصوصا في الآونة الأخيرة الأمراض اللي تنتشر من بين الهجن سووا الحملة بالتنسيق مع قسم الصحة العامة في بلدية دبي وكانت الحملة ناجحة بمكافحة القراد. القراد اليوم أصبح خطير ناقل للأمراض الدورة إذا ما تنظفت بشكل صحيح وتعقمت الركاب اللي منطية صاحبته وبتنقل المرض منطية مريضة والقراد إحنا الأول نستهين بوضعه أنها قراد وعادي في المطاية منطية لمطية لكن بعد الدراسات واللي شفناها الأمراض اللي تنتقل منه كان نادي دبي سباق لهذه المبادرة وسووا حملة يشكرون عليها المطيتك الحين متبتي بتشارك بها في ميدان المرموم بتي سواء كنت جاي بتفحم أو بتحفز أو بتدور أن الدورة معقمة قدامك أنت روحك تطلع من عزبتك وأنت مطمن نعم. لكن والأمراض أكثر شيء الأمراض اللي تصادف الهجن أبو خليفة إحنا اللي شفناها أكثرها تصادفها وين تصادفها في الدورة أنت مطيتك بخير ولا فيها شر تختلط في كثير من تصير الدورة طول عمرك وتلقى القراد وتلقى طول عمرك حفوزة مطية اللي مريضة حد وحد من العرب الله يسامحه ويهديه مطيته حمت ولا مرضت أعطاها مليون ولا حلول قال سيروا بهالدورة حفزوها سارت عقت الأمراض في ذاك الدورة هي مطيتي أنا وانضرت منها مطيت فلان وانضرت منها فالدورة كل ما كانت معقمة بالطريقة هذه بطريقة سليمة وبتنسيق مثل ما ذكرنا في قسم الصحة نعم. فيكون مبادرة إيجابية وتخفف من الأمراض اللي تصيب الهجن نعم. شو رأيكم ناخذ جداول البيارق الإمارات وبيارق الناموس زين. هذا زين والله زين. نشوف جدول بيارق الناموس أول بادي الإمارات ولا شو تبون الإمارات ولا الناموس اللي يواليك نشوفهم كلنا نروح نعم اللي يواليك المعد محمد سالم يقول اللي بدك لا ما بداني عرضنا نشوف جدول من الجداول نعم هذا بيرق الإمارات المفتوح بيرق الإمارات المفتوح نعم متصدر فيها متصدر في بيرق أحمد بن مايد بن مطر الخيلي بعدد 6 رموز نعم. و72 نقطة طبعا هذا بدون مهرجان الملك عبد العزيز نعم نعم هذا لين مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن هيام في السوان المركز الاول احمد بن مطر بن مايد الخيالي عدد الرموز 6 عدد النقاط 72 نقطه المركز الثاني سعاده حميد بن سعيد النيادي عدد الرموز 3 النقاط 70 نقطه المركز الثالث حمد بن راشد بن غدير الكتبي عدد الرموز 2 عدد النقاط 60 نقطة المركز الرابع محمد بن سهيل بن عويضان العامري عدد الرموز 1 النقاط 32 نقطة المركز الخامس محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي عدد الرموز 2 النقاط 28 نقطة المركز السادس حمد بن هيان العامري عدد الرموز 2 والنقاط 24 السابع سالم بن أحمد بن دري الفلاحي عدد الرموز 1 والنقاط 24 نقطة الثامن سعادة فري بن حمودة الظاهري عدد النقاط 20 والمركز التاسع محمد بن عتيج بن زيتون المهد الرموز 1 والنقاط 14 المركز العاشر سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري عدد الرموز 1 والنقاط 14 نقطة هذا جدول نتائج بيرق الإمارات المفتوح وسلامة شو رأيك والله طال عمرك اسم يحمل اسم الإمارات التنافس شفناه في بيرق الإمارات في تقارب النقاط ما بين المتسابقين المتصدر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف مو بغريب عليه هذا التصدر وله بغريب عليه طال عمرك الدخول في منافسات
القوية مثل سواء كان مثل البيرق أو في الأشواط الرئيسية. شفنا الصدارة هذه تكونت بداية من المحطة الأولى مركات دورة الخليج الأولى المقامة في الكويت، حصل على 4 رموز. نعم. وفي ختام الوث مركات شارد زاد الكبرى، واستمر حصد النتائج الإيجابية إلى مهرجان ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد. المركز الثاني سعادة حميد نياد حميد بن سعيد النيادي 70 نقطة ب70 نقطة. المركز الثالث غدير حمد بن راشد بن غدير. نشوف المثلث الذهبي ما بينهم. أنا أقول في خاطري يعني انحصرت المنافسة ما بين هذيل الثلاث في بيرق الإمارات، والمنافسة راح تكون بينهم على قدم وساق لحصد هذا اللقب الغالي. ولكن في الحقيقة يا أبو خليفة نحن نشكر القائمين على هذا على هذه المسابقة اللي هي اللجنة المنظمة اللي عدت الخطة، اتحاد الإمارات سباقات الهجن، اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، واللجنة المنظمة اللي تدير هذا هذه المسابقة اللي بالفعل حطت المعايير اللي تخلق المنافسة والتحدي والإثارة مثل ما نشوفها الحين في بيرق الإمارات. طبعا ولا يخفى على الجميع شعلة النشاط معالي الشيخ سلطان بن حمدان، أحد الداعمين لهذه الرياضة، أحد السباقين لمثل هذه الأفكار اللي يتبناها ويصيغها أمام محبين هذه الرياضة حتى وصلت رياضتنا إلى ما وصلت إليه. نعم أبو خليفة، التنافس في البيرق بيرق الإمارات أنا أشوفه قريب 72 70 60، خاصة في المراكز الثلاثة الأولى ما بين الفيلسوف أحمد مطر الخيالي، سعادة حميد النيادي، وحمد راشد بن غدير. هذا بعد مو بعدهم مو في بر الامان، حتى قراب عنهم في الثلاثين، في الثلاثين بن عويضان قراب عن محمد سلطان، يعني مو بعيد، يعني حتى اللي في السبعين لا يطمن. نعم. مهرجان واحد تنقلب الموازين. في عندنا احنا باقي 3 مهرجانات، مهرجان ولي العهد اللي على البواب، ومهرجان ختام الواثبه، كذلك مهرجان ختام المرموم. صحيح. فالنتائج تنقلب من مهرجان الى مهرجان، فلكن اللي لفت نظريه المنافسه شعار هجن مرقم. المركز الثالث بيرق الناموس هو متصدر، وبيرق الامارات المركز الثالث. فنقول لاحمد بن مطر بن مايد وسعادة حميد بن نيادي هجن مرقم ما عن هبو بهذا ما شديته حيلكم، ترى من اقوى المنافسين في البيرق، في هذا البيرق بيرق الامارات، وكذلك بيرق الناموس بتشوفون نتائجه على الشاشه. نحط بيرق الناموس عقب شوي، لكن 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 المتصدر حاليا بن حمدون. بن حمدون شعار عريق وشعار له تاريخ، واتوقع له ان شاء الله التوفيق في المهرجانات القادمه. يعني حتى في عدد الرموز بن حمدون عنده 6 رموز، 6 نقاط. بن حمدون مهرجان الكويت، مهرجان الكويت كانت حالفة الحظ وسار طول عمرك واركض في الكويت، شعارات كثيرة. أنا ما أقول حالفة الحظ، أنا أقول انتزع بالجدارة. لا بالعكس، في شو حالفة الحظ؟ حالفة الحظ طول عمرك بن حمدون، أنا ما كتب لك الله حظ، ما توفقت أنت في البداية. حالفة الحظ في السيرة ولا في المشاركة؟ حالفة الحظ، حالفة الحظ يوم عزم يسير، حالفة الحظ يوم تسهلت أموره وسار، وحالفة الحظ يوم أركض وسبق، وحالفة الحظ يوم حصل 4 رموز. هذا كلها حظوظ ما فيك حيلة بحبيب. خلاص أنا ما أروم مرد عقب هذا كله خليني واقع أضاع أي بس ما أقدر عقب هذا كله ما أروم حلي. في مثل قديم ينطلق عليه الأول في الثمانينات وفي التسعينات، المطية اللي ما تركض يقولون ما كلت من قد حمدون. نعم يا لا هي نعم، هذه كناية عن مدى يعني اهتمام هذا الرجال في هذا الهلال والاتصال اللي ياه ترى من سمو الشيخ حمدان. الروح يعني هذا بعد اللي ياب له الحظ كله. الله هذا الروح طول عمرك كم يسوي ذي الروح. أنا موسى اتصال سمو الشيخ حمدان بن محمد. نعم هذا اتصال طعمك له دور، لأن الرجال هذا يوم صار طعمك في الكويت مثل الإمارات خير من يمثلها. نعم رجال طعمك صار يمثل منتخب الإماراتي. نعم. ما يمثل شاب بن حمدون. صحيح. فحنا نقول بيض الله وجهه على التمثيل الطيب وعلى المشاركة الطيبة في كأس الخليج. نعم. نعم. ونتمنى له إن شاء الله التوفيق، لكن نقول لا تمن يعني العرب هذه النيادي النيادي الرابع اللي وراها بن غدير وبن عويضان وبن مرخان
والمشتريات المستمرة عند شعارات اللي ذكرتها بن دري والربع ذي كلهم تراهم لحوا ولا ما بعيد. نعم. فأنتمنى لهم إن شاء الله. وهذه حالات المنافسة يعني. إحنا أبو خليفة حتى تحافظ على الصدارة لابد أنك تعتمد على أشياء أساسية. أحد هذه الأشياء المشترى. إذا ما توقف. إذا ما شو السبب تشتري؟ لأنك أنت تبيع. الله يطول عمارهم شيوخ يوم تسبق مطيتك تأخذ رمز. خذوها عنك. خذوها عنك. أنت كيف تعوض السبوك؟ تعوض السبوك بالمشترى. فأنت إذا ما اشتريت أول في الأولية إذا ما اشتريت ما وصلت للهدف اللي أنت تبغيه. النقطة الثانية المحافظة على الحلال. تحافظ على الحلال، عدم استنزاف الحلال، يعني تركضه اليوم وتركضه باكر وتركضه بطريقة مباشرة. أنا بسألك سؤال مشاهدين الكرام، شوية بنظهر عن مجال الركض. مجال الركض متى بنشوف مطية عندنا في الركض تنباع بأسعار المزاين؟ كنا في السعودية شفنا ناقة انباعت ب88 مليون ريال سعودي، يعني 88 مليون درهم إماراتي. بنشوف هالرقم في الركض إن شاء الله. الله أغلى مطية في الركض كم؟ 20 مليون بعير بن عويضان. لا لا، مطية تركض عسيف، هذه خذوها حق البيرق. 10 مليون بتاعت بكرة الدكتور راشد بن الزفنة، خذها سمو الشيخ حمدان بن زايد، زايد بن حمدان بن زايد اللي هي الحقة، بقيمة 10 مليون. قيمة 10 مليون. نعم. أمها الحقة هذه مطية انشرت قبل ليلة السباق، ليلة البيرق، 88 مليون. أنا البكرة هذه اللي أنا خابرها، أنا البكرة هذه عرفها أمها الحقة وأبوها جبار، انتقلت ملكيتها. هذا الكلام طال عمرك يمكن قبل 12 سنة، قبل 14 سنة. شفنا في الحلال في الحلال يعني 7 مليون 8 مليون، شفنا يعني 7 تكلم 8 8، يعني هذا 10% هذا طعمك. بتشوف شوف 10% أنا بخبرك ما تبقى. أنا ليش سألت أبو سلامة؟ لأن عند الوالد يقولنا ناموت على البيرق ويعرف شوية في الميزان، يعرف الأسعار. لازم تعرف نقطة. أول مطية بتاعت بعشرة مليون في عالم المزاينات الذاير ملك الوالد الله يطول عمره، شرها الشيخ حمدان بن محمد. هذا الكلام في 2007 بداية المزاينات. 2007 أول بداية أول مهرجان، أول مزاين نظم في الدولة، في الدولة بطريقة يعني رسمية. سمو الشيخ حمدان بن محمد خذها ب 12 مليون خذ الأول ب 12 مليون خذ الذاير. نعم. حتى المجلات العالمية والجرائد العالمية نقلت الخبر هذا. نعم. يعني سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول عمره مثل ما دعم الهجن دعم هالمزاين. نعم. سواء هالمزاين المياهيم والعمانيات. أبو خليفة نعم. بتشوف طعامك أنت 80 مليون يوم يحاولون طعام قوم العبار وربعه في السوق، بتشوف طعامك توصل مطية 80 مليون، وبيشترون الشيوخ من عندهم ب100 مليون. لكن لازم التجار يدخلون في مجال الركض. إذا طعامك الركض العرب الحين يشترون، دخل الطنطاوي، طنطاوي ونعم يشتري، ولكن الربع هذه لطعامك الحين المنافسين على البيرق كلهم يشترون، لكن ما يعلنون في مشترياتهم. ولا عندك طعمك يعني هذا هذا نحن وياي كان ابو حمد المطيه ب 88 مليون لكن مجموع مشترياته في 4 أيام 200 مليون. 200 مليون نحن شفنا الارقام قلنا لا بس بنهجم بنشوف شو الموضوع. خاف ربك انت تقول متى بنشوف مطيه بتاع ب 80 مليون؟ خاف ربك تشتري لك مطيه انت وتوقع اول وحده تبتاع بهذا المبلغ عندك انت. عسى ان شاء الله، عسى ان شاء الله الله يصدمك على مطيه عابره طول عمرك ما تنسبك توقع نادره والتاريخ يكتبها ان شاء الله. آمين. الله يسلمك. إن شاء الله. نروح نشوف ترتيب بيرق الناموس ونشوف المتصدرين لبيرق الناموس. المركز الأول محمد بن راشد بن غدير الكتبي 87 نقطة وثمان رموز. المركز الثاني سعادة حميد بن سعيد النيادي رمزين و36 نقطة. المركز الثالث سالم بن حمد بن هيان العامري 4 رموز و26 نقطة. المركز الرابع محمد بن سهيل بن عويضان العامري 3 رموز و23 نقطة. المركز الخامس سالم بن أحمد بن دري الفلاحي 2 رمز و21 نقطة. المركز السادس محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي 2 رمز و18 نقطة. السابع مبارك بن أحمد بن مطر الخيالي 2 رمز و15 نقطة. الثامن محمد بن الحزمي بن قناص العامري 3 رموز و12 نقطة. الثامن مكرر
محمد بن عتيج بن زيتون المهيري رمز و12 نقطة. التاسع سعادة صالح بن محمد بن نصره العامري رمز و10 نقاط. العاشر سعادة فري بن علي بن حمودها الظاهري 9 نقاط. الهدعش مظفر بن خموش بن محمد بن خموشه العامري رمز و8 نقاط. مركز الهدعش سيف بن علي بن راشد بن سويلم بن كليب رمز و8 نقاط. 12 احمد بن سلطان بن رشيد السويدي رمز و6 نقاط. 12 غانم بن علي بن حموده الظاهري 6 نقاط. 12 مكرر سالم بن سعيد بن منانه الكتبي 6 نقاط. المركز 13 عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري رمز و4 نقاط. مركز 13 محمد بن مسلم بن قنزول العامري رمز و4 نقاط. 14 حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري نقطتين. نقول ان محمد بن راشد بن غدير روح مبروك انفرد خلاص. انا ابارك له من الحين. تبارك له ابارك له بعدنا في باقي مهرجانين باقي ثلاث مهرجانات بيرق الناموس وهذا الفارق يعني تدري كم الفارق 87 36 كم الفارق احسبوها يا اخواني بالامكانيات 52 نقطه الفرق 52 ابو خليفه انا ابني التوقعات هذه بناء على معطيات. انت ما تقدر ترشح شعار وتجامل نفسك. كل الامكانيات وكل المعايير اللي تخلي الناس ترشح حجم مرغب الامكانيات هذه شامله كل الجوانب. إدارة ناجحة، هجن سبق، مشتريات لا تتوقف، مضمر على أعلى مستوى. كل هذه النقاط صبت في صالح محمد راشد بن غدير على في تصدر بيرق الناموس والوصول للنقطة 87. يعني أنا ما أقتل طموح المشاركين معاه، ولكن هجن مرغم مع مع استمرار المراكز اتوقع ان انت توقع في منافس بيدخل. العام فيه كان الفرق 100 فيه. العام كان فرق 100، انا اتوقع السنه الفرق يكون 200 يعني ما في منافس. ما في سلامه ما شيء منافس. يقول ابو حمد والله حط فارق كبير ومنافسته صعبه في بيرق الناموس بالاخص. بيرق الامارات هو المركز الثالث وبيكون منافس صعب فيه، لكن ابو خليفه كذلك بيرق الانتاج لو تستوعب طريحه عند المخرج بيرق الانتاج معرض لا الحلقه اللي باكر. ايوه باكر لا شويه نوزع عاد زين كل يوم نحسب لو ناقشناهم كلهم اليوم باكر بشو نناقش. انا فكرت انها لا بنناقشها باكر ان شاء الله. ابو حد بيلحق ولا خلاص؟ في بيرق الناموس منافسته صعبه، في بيرق الامارات منافس شرس، في بيرق الناموس صعبه يعني حسم ولا ما حسم؟ 99% حسب. طيب بو سالم والله بيرق الناموس يعني انا ما زيد على كلام الاخوان، لكن باقي نتائج ميدان السعوديه ومهرجان ولي عهد دبي. كم خذ رمز في السعوديه؟ اربع رموز في شوط واحد ياب ان يترك تنور. اذا طعمك المهرجان هذا الاخير تالق شعار بن غدير نتمنى له ان شاء الله التوفيق هو اخوانه وجميع المشاركين. اذا تالق في المهرجان هذا حسم الامر. إذا تألقت الشعارات وتميزت هذه مسابقة، وعندك ثلاثة رئيسيات بعد موجودة صح. حسم ولا ما حسم؟ ما حسم. كيف ما حسم؟ عندك ثلاث مهرجانات أنت، وعندك تقول في السعودية خذ ثلاث أربع رموز في السعودية، وعندك مهرجان ولي العهد دبي هو الحاسم. إذا تألق شعار بن غدير في مهرجان ولي عهد دبي خلاص البيرق حسن. انا عندي تساؤل بيكون هذا السؤال للحلقه الجايه، هل الرمز الاهم ولا البيرق الاهم؟ شو الاهم؟ شو المعادله الصحيحه؟ والله كنا ان انا اسعى للرمز وبالتالي احصد نقاط النقاط البيرق، ولا اركز على البيرق فقط؟ اذا ما خذيت البيرق يعني انا ما سويت شيء. اذا ما خذيت الرمز ما خذيت البيرق. هل الرمز جائزه الرمز جائزه الرمز بالنسبه لي انا كمالك هجن هي أهم من جائزة البيرق ولا البيرق أهم؟ كلهم مهمات. شوف على حسب أنت كمالك، أنا من وجهة نظري أنا يمكن عزبتي كاملة ما عندي سبوق غير واحدة راعية رمز، هدفي الرمز. لكن عندي عزبة متكاملة بسبق وفئات من الحقائق للحول ومشارك بالبيرق، لا هدفي البيرق، والبيرق ما يوصل غير الرموز. الإدارة لازم تكون الإدارة. نحن وقت أدركنا والمعدة حين كل شوي يقول لي اختر. الاثنين مكملات بعض.
الرمز هو اللي يخليك توصل للهدف الأسمى اللي هو البيرق. ولكن في عزب متوسطة وفي عزب طال عمرك اللي هي العزب الكبيرة. العزب الكبيرة هي اللي هدف عندها التخطيط اللي عندها حلال كم وكيف. أنا أقول أما بالنسبة لبن غدير في نقطة ما تفوتني اللي هي طال عمرك لعبة الكراسي الموسيقية بالنسبة للحلال اللي عنده. يعني إن إحنا اللي خلانا نراهن على بن غدير حاجة واحدة أن الحلال اللي عنده اللي يركض اليوم ما يركض باكر. في حلال داخلنا حق مركاض ولي العهد ما شارك في المراكيض اللي طافه، وحلال رموز وما أخذ رموز ونحن نعرف أسماءهن ومسجلات بحكم التوقيت وتأخير هذا الحلال. طيب فقط لهذا المهرجان الحين شعار بيرق أن في بيرق الناموس شعار بن غدير محمد راشد بن غدير، لكن في بيرق الإمارات أنا أشوف حمد اللي متصدر. وين شعار محمد راشد؟ وين شعار ثالث؟ في الإنتاج في الإنتاج محمد راشد في الإنتاج في بيرق الإنتاج حمد راشد في بيرق الإمارات سالم ومحمد راشد في بيرق الناموس. بيرق الناموس الإخوان يشاركون مع بعض يقدرون. لا في الإمارات والإنتاج الإمارات عندنا حمد ومحمد حمد محمد سالم ما مشارك مش مشارك فقط حمد محمد بيرق الانتاج. نحن نقول ألف لكم الناموس، ونحن للأمانة اللي يسبق واللي ياخذ الرموز واللي ينتزع البيارق نقول له الناموس. في النهاية هذه بالنسبة لنا نحن كقناة فقناة دبي ريسنج تعتبر إثارة إعلامية ولازم شوية يكون عندنا شد وجذب. في الحلقة الماضية يعني أبو سالم قال إن ما الكل في مجتمع الهجن الكل يعالج، يعني قال للكل يعالج وما حد يركض بلا علاج. ابو حمد وياه انت بعد والله هذا الواقع ابو خليفه وياه يعني نعم هذا الواقع. فنحن نحاول من خلال برنامجنا نناقش كل الامور ونسلط الضوء عليها بشكل كامل. ابو سالم شكرا لك. العفو ابو خليفه. ابو حمد العفو لك. شكرا لك. اركاب ما خلات سيوف لو ما تحصل الحين قد تلقاها مثل ولادنا ما تلقى العلاج عاده فيها بعد سلامة. شكرا لك. العفو خليفة. صلى الله الختام. مشاهدينا الكرام نلقاكم يوم غد وحلقة جديدة، ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة. حاولنا فيها أن نقدم لكم جولة سريعة على أجواء ما قبل انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بأيام تغطيتنا مستمرة ومتواصلة بالحدث الكبير يفرض والحدث الكبير يفرض لنا تغطية خاصة تتناسب مع حجمه وأهميته. ونحن في الأصايل سنقدم لكم كل الأخبار والأحداث لهذا المهرجان لحظة بلحظة. وصلنا إلى الختام. مع السلامة.
به تابع ومبدع قايد رسنها حب الله واللي له الطلعات يطلع عقل ملزين الحلم وقناع كل يوم من صوب التفرقع واللي دخلها جوه وضاع اكيد جو دبي ممتع وانا احس براحه امتاع.